واحنا بكل صراحة فاش تكلمنا مع اللاعبين قلنا لهم قات أربعة المقابلات، ثلاثة ديال الشامبيون واحد ديال البطولة، قلنا لهم باش يكون المورال ديال الدراري مزيان، قلنا لهم لعبوا لي تروا ماتش الماكسيموم وحاولوا باش اللوغو ديال الرجاء يبقى دائما الفوق. هذه المقابلة كما شتي فهي كانت مقابلة صعبة بحكم أن كنا نهزمنا ضد اسفين اللي كانت، لكن حنا غادي نلعبوا الكل في الكل حتى لاخر مقابله ان شاء الله، ونبقاو دائما في لاكورس ان شاء الله.